أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان الشخص يعمل بمرتب في حدود الدولة فهل يعتبر هذا مرابط واقتضاءه مرتب؟ يقول أحسن الله إليكم: إذا كان الشخص يعمل بمقابل مرتب في حدود الدولة فهل يعتبر له أجر المرابط وهل ينافي اقتضاءه المرتب؟ المرابط هو الذي يحمل السلاح ويدفع العدو، أما هذا موظف عادي يوقع معاملات ويشتغل معاملات، هذا موظف ما هو مرابط، موظف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إلا إذا قصد بعمل هذا إعانة المرابطين، إذا قصد بعمل هذا خدمة المرابطين وإعانتهم فله أجر على قدر عمله، والله أعلم. نعم.